درسك وجعك وخلاص جاب اخرك، سيبك منه، هنزرع لك درس جديد او ممكن كمان نركبه لك، ولو ما لحقتوش خالص هنشيل لك العصب ونعالجه من الجذور. درس العقل طالع لك فيها هنشيله لك خالص. وانت بتتصور سيلفي سنانك مش عجباك، عليك وعلى التجميل او التقويم الشفاف. اما بالنسبة لأسنان اطفالك هنتابعها معاك بشكل دوري. سمايل شو دنتل كلينك.